القصة مو قصة والحكاية مو حكاية، حكايتنا من الواقع أبدا مو رواية، نحنا عشناها بتفاصيلها المخبأة، أبو فاكر بيحكيها من البداية للنهاية. حكواتي السورياني عاها وراديو السورياني، خليكم معنا. يسعد لي أوقاتكم إخواتي السورياليين الغوالي. يلي كان متابعنا وسمع حلقة أيام اللولو تبع المسرح حيعرف شو صار، ويلي ما كان متابعنا الله يصلحه ويهدي ويصير يتابعنا، لأنه كان عرف شو هي التغييرات يلي صارت، التغييرات السوريالية بطريقتنا السوريالية يلي تعودتوا علينا فيها. يسعد لي أوقاتكم. اليوم وبكرة، اليوم وبكرة رح نحكي عن بكرة أحلام بارح، اليوم وبكرة رح نحكي لك يا بلدي كيف تغيرنا وغيرنا، كيف صرنا نحبك أكتر ورجعنا يا بلدي، تجمعنا وعمرنا يلي تدمر، حلاوة الأفكار نستنا وجع الأخبار، رجع الأمل بضحكة الصغار. سوريالي سوريالك سوريا قلنا كلنا، سوريالي سوريالك انت اللي قادر تغير، انت ابن البلد. اي اخواتي، حكايتنا اليوم عن شاب من شباب هالبلد ولد وعاش فيها، حبة مثل ما بيحب العاشق معشوقته أكتر، ما كان منوم بحبها مغناطيسيا لحتى ما يشوف عيوبها، بالعكس كان ينتبه لكل عيب فيها، ورغم كل هالعيوب الكتيرة بصراحة اللي كانت تخلي كتير من رفقاته يهجروا البلد، بقي يحبها ويطلب وصالها ويفكر كيف ممكن يساعدها للتخلص من هالعيوب. بديت حكايته معه وقت كان صغير، يا دوب بيستوعب، كان نايم بتخته عمره حوالي 5 سنين أو 6، فتح عيونه بالليل عصوت ضجة، لقى أبوه واقف على الحيط رافع إيديه وقدامه عسكري موجه الروسية باتجاهه، وعسكري تاني عم ينكت الخزانة ويدور بقلبها شو في أغراض ممنوعة على أساس. جمد بمكانه وما عرف شو ممكن يعمل، حاول يحكي بس ما طلع صوته. اتذكر كيف نبه عليه أبوه إنه ما يقرب من العساكر الحاملين سلاح والمتوزعين عند كل زاوية حوالين بيتهم بباب التركمان بحمص عند القلعة. صار قلبه يطرق بسرعة وهو عم يحاول يتذكر، يا ترى أنا عملت شي؟ أنا السبب؟ معقول هلأ يعملوا شي لبابا؟ معقول يعني معقول؟ وما بيعرف ليش بنص كل هالمعمعة طلعت صورة عبد الناصر براسه، وتذكر كيف مرة سمع أبوه رفقاته عم يحكوا إنه كل شي عم يصير اليوم غلط، غلط أكبر من الغلط اللي صار زمن اللي إجا فيه عبد الناصر ببدلته العسكرية، حبس وخنق البلد، حبس أبوه ورفقاته يلي كانوا قاعدين على اليسار شيوعيين يعني، ومنعهم من أنهم يحكوا أي كلمة، ولما راح طلعوا وتنفسوا واعتبروا أنه راح وأخذ معه كل شي جابه، بس اكتشفوا أنه صحيح عبد الناصر راح بس ترك المكتب التاني ورتل الحكام يلي حيجوا بعده. ومن حاكم لحاكم وانقلاب لانقلاب صار يحس أبوه إنه هاي اللعبة ما عادت مثل أول، والكلمة والرأي والمدنية ما عاد إلن وزن، لأنه الميزان صار البدلة العسكرية والدبابة، مشان هيك أخذ من قصيرة وبلاها شغلتها السياسة. بهاي اللحظة انتبه إنه أبوه عم يتطلع فيه، غمزه ابتسم له
بس رجع تذكر العساكر اللي كانوا بطريقهم للباب بعد ما نكتوا البيت فوقاني تحتاني واستحلولهم كم غلط بطريقهم. راحوا ضيوف الليل واجا ابوه لعنده ضمه وصار يغني له لينام ونام. قال له بكره منحكي، بس ما حكوا. قرروا يطوا هالصفحه، بس هو صحيح طواها بس ما نسيها، ما نسي اللي شافه، بقي جوات عقله وروحه. ومرت الايام، كبر وهو عم يقرا ويسمع قصص وحكايات، قصص عالم اختفت، عالم ظهرت، عالم قاست، عالم سكتت، عالم رفضت الظلم ودفعت تمن صدقه، وعالم هاجرت. ورغم انه معظم هالقصص حزين وقاسي ويمكن حتى ما بيتصدق، كان يحس انه اللي عم يحكيها رغم كل دموعه والخنقه يلي بصوته عم يكون سعيد. سعيد لانه عم يقدر يحكي ولو حتى بالهمس، سعيد انه في حدا عم يسمعه، انه قصته ما طواها الزمن وانتست، هو عاشها وبعد هالزمن صارت ذكرى، والذكرى بتحمل بقلبها شي من روح الواحد، وبنفس الوقت بتطبع كل حياته فيها. وهيك حتى لو مات قصته رح تبقى عايشة بقلوب اللي سمعوها. وهيك قرر انه هو بده يحاول ينقل الحكايات، كل الحكايات للعالم، لكل العالم. وهي كانت بداية قصته مع المعهد، المعهد العالي للفنون المسرحية. بس قبل هالحكي بكم سنة سقط جدار كان قاسم مدينة كبيرة بأوروبا. مو بس هيك، هذا الجدار كان قاسم العالم، ولما سقط سقطت معه كتير أفكار وسياسات وإمبراطوريات سياسية. ومن هذا الجدار طلعت كتير قصص وكتير حكايات. اتعلم منها أنه الواحد ما لازم ييأس وما لازم يستسلم، ولازم ياخد ويعطي ويسايس. وتعلم هو والعالم كله أنه الحيطان قد ما كانت عالية وسميكة ما بتمنع الأفكار ولا الحكايات ولا الألوان، وأنه هالحيطان رح يجي يوم تتحول لدفاتر تنرسم وتتلون وتنحكى عليها نفس هالحكايات. صار هو يفكر أنه يمكن يكون مكانه ضمن الناس اللي بتسايس لتحقق مكاسب تخدم فكرتها، بس بدون ما تبيع الأرض الواقفة عليها. يعني ميكيافيلي ونظريته بالمصلحة والغاية اللي بتبرر الوسيلة ما بتزبط معه، بس يمكن فينا نستفيد منها شوي. وهيك صار يحاول يكون فاعل بأكتر من مكان ومحل، خاصة أيام الجامعة أو المعهد، وقدر يعمل فرق، فرق بسيط وصغير بس كان مهم بالنسبة له، لأنه أكد له أنه على الطريق الصحيح. وهون صارت قصص وحكايات كتيرة ما حنحكيها هلأ. ومرت الأيام وخلص المعهد وبلش الشغل، واكتشف أنه أحلام الدراسة مو دائماً بتقدر تلحق دولاب الشغل والحياة اللي ما بتوقف. وشوي شوي انحبس بدائرته الشخصية وخف اهتمامه بالعالم. ومع فشل عدة مشاريع كان عم يحاول يعملها سقطت بنظره كتير من الأفكار والأيديولوجيات، وبصراحة سقط معهم الأمل. وبيوم من الأيام كان نايم على الصوفة والتلفزيون شغال، فجأة سمع شي جمد الدم بعروقه، مثل هديك الليلة اللي كان فيها صغير. النفس الحرية، شعب تونس اهدالنا الحرية، يحيى شعب تونس، تحيا تونس العظيمة، تحيا الحرية، المجد للشهداء، يتواسى ما عادش خوف، المجرم هرب، المجرم هرب، بن علي هرب، بن علي هرب من الشعب التونسي، بن هرب بن علي من تونس. كانت لحظة كتير مفاجئة بالنسبة له. اتصل فورا برفقاته يلي بتونس ويلي سبق واشتغل معهم مسرح، ويلي كتير كان يتناقش معهم حول الثورات الشعبية والشعوب والنضال والكفاح والسياسة. حس بالفرحة بصوتهم، حس قديش كان صوتهم قوي وحقيقي. القوة يلي بصوتهم خلته يرجع يفكر انه ممكن الشعب يعمل فرق اذا قال كلمته بقوة. مواطن واحد حرق حاله، ولعت البلد، وبعدها بن علي طار، وبعدها طار مبارك. كان بيعرف انه لو مصلحة الغرب ببقاء مبارك كان دعمه،
بس لأنه صار كرت محروق شاله بسرعة. بس بنفس الوقت هذا الكرت يلي حرقه هو الشعب، معناته الشعب لسه بيقدر يحرق كروت الرؤساء، مو بس يحرق حاله. فكروا فيها وراجع لكم بعد الفاصل. اثبت مكانك هنا عنوانك، ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك. اثبت مكانك ده نور الشمس راجع، يا تموت وانت واقف يا تعيش وانت راكع. اثبت مكانك ده عنك شايفة الدليل، ابعد عنهم وسيب الحيط عليهم تميل. اثبت مكانك، قلب الوطن جرح وصوت الحرية خلاص اتنبح. كلامك ما بيتفهم، احساسك ما بيتوصف. كلامك ما بيتفهم، احساسك ما بيتوصف. انت بتقول كرامة وهم يردوا بمهانة، انت بتقول العدل بيقولوا عنك نادل. ايه اخواتي، رجعت لكم مع حكاية صاحبنا يلي كان بيعرف انه هالنار رح توصل لعندهم، ووصلت. وصلت بكلمة مكتوبة عجدار، وبهي اللحظة رجع تذكر الجدار يلي كان مغير العالم، ولما سقط غير العالم مرة تانية. وخاف صاحبنا، ويلي كان خايف منه صار اتأمل انه مع كل شي عم يصير يجي هالرئيس يطفي هاي النار. قام انصدم بخطاب حرق فيه الرئيس كرت حاله لحاله، وحرق البلد معه. الأصوات اللي كانت عم ترج بالحارات وكان بين صوته صار يحس انه معن صوته أقوى، معن صوته عم يصل. صحيح الدرب طويل، بس بنفس الوقت هاي فرصة، فرصة لنخلص من كل هالعتم. وبعدين هو ابن هالبلد وإلها دين برقبته، ما هي معشوقته وحبيبته. وقال يا رب ودحل، ورغم انه كان مقتنع انه اللعبة كبيرة وانه الثورة بسوريا غير. هلأ بعرف انه في ناس ما بتحب نقول ثورة، بتحب نسميها مؤامرة، أزمة، انتفاضة، او حتى حراك شعبي. بس بصراحة أنا بفكر أنه سواء اتفقنا مع يلي عم يصير أو اختلفنا، ما فينا نغير له اسمه. يلي عم يصير هو ثورة، ثورة حقيقية، يمكن تكون غير الثورات يلي قريت عنها بالكتب ودبت برومانسيتها. صحيح، والفرق بسيط، أنك عم تعيشها ما عم تقراها. صدقني لو بتقدر تشوف واحد من اللي عاشوا الثورات الشعبية كان قالك أنها غير المكتوبة بالكتب تماما، لأنه الثورة هي انفجار، والانفجار أضراره بتكون أكبر من مكاسبه على المدى القريب. الثورة يعني فوضى وهدم، بس بهدف بناء وعمار وتنظيم. مشان هيك يلي بده يعمل جمال بده يعلي باب داره. والقصة ما فيها بطلنا وما حبينا اللعبة، بلشت بدك تكمل. وشهر ورا شهر ويوم ورا يوم الأحداث عم تتصاعد والدنيا تتغير، والنار تولع أكتر وأكتر، والمساحة حواليهم كلمالة تصغر، والحواجز تكتر، والخطر يزيد. والتطورات والتغيرات يلي على الأرض كانت أسرع من استيعاب كتير من الناس. بقي هو وحبيبته وشريكة دربه مستمرين بهدوء، بس بثقة، ثقة إنه بكرة أحلى، أحلى لأنه لازم يعملوه أحلى. وبيتهم يلي كان ما يفضى من الرفقات صار ما يفضى من المداهمات، وصاروا كل كم يوم يودعوا قريب أو رفيق، بين مسافر أو معتقل أو شهيد. وراحوا الكل وما تركوا شي وراهم، تركولن هو وحبيبته صورن، ذكرياتن، أصواتن، ضحكاتن، دموعن، غصاتن، بالأحرى تركولن حكاياتن.
ورجع يتذكر القصص يلي كان يسمعها وهو صغير وهو شب. اتذكر كيف كان في ناس تهمس قصصها حتى ما تنتسى، حتى تخلي غيرها يعرف اللي صار. اتذكر كيف كتير من الناس ما انحكت حكاياتها فانتست وراحت، لأنه معلومكن الحكاية مو حكاية إذا ما انحكت. وقرر إنه الحكايات اللي عم تصير هلأ ما لازم تنتسى، ما لازم تروح وتنطوى مثل ما انطوت هديك الليلة اللي كوبس فيها لوقت طويل، الليلة اللي فاق فيها على البارودة الموجهة لصدر أبوه وما كان يقدر يحكيها. هاي الحكايات ما بتطلع على التلفزيونات وما بتشوفها لا على الأخبار ولا على اليوتيوب. حكايات الناس اللي راحوا واللي بقيوا رغم قساوتها هي اللي بتحمل روح سوريا بكل كلمة من كلماتها، هي اللي بتحمل بكرة اللي رح ينولد. وهيك صار حكواتي، وكمل الدرب هو ومجموعة من رفقاته وعملوا راديو اسمه سوريالي، يلي كان مساحة لتوصل صوت السوريين لبعضهم وللعالم، صوت السوريين كل السوريين مهما اختلفوا وتفرقوا، لأنه في اسم واحد حيجمعهم، سوريا. صحيح كان أحياناً يحس حاله صار صياد الحكاية مو حكواتي، صار يحس إنه كل شخص بيشوفه هو حكاية وبس، وأحياناً يحس حاله صار أرشيف كبير للدموع والغصات، وإنه شو نفع القصة إذا حكيناها وما قدرنا نعمل شي لصاحبها. بس كمان كلمات ورسائل الناس بقيت عم تشجعه ليستمر. كلماتكن أنتو ورسائلكن أنتو، الرسائل يلي بعضها إجاني بعد حلقة أيام اللولو وطلبتوا تعرفوا شوية تفاصيل أكتر عني وعن حياتي، فعملت هاي الحلقة رغم أنه ما كتير بعرف أحكي عن حالي وبصراحة ما بحب هاي الطريقة، بس طلباتكن أوامر. بكرة بيخلص هالكابوس، بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما. على رغم الجو اليوم وبعد 3 سنين عم احكي لكم حكايتي من عند الجدار اللي حكيت لكم عليه بأول حلقة، الجدار اللي سقط وغير العالم وما بقي منه إلا لوحات وحكايات. صحيح أنا طلعت من قلب البلد، بس البلد ما بتطلع من قلبي. أنا بسام داود، عمكن أبو فاكر، حكواتي سوريالي، وهي كانت جزء من حكايتي. ومثل ما كانت تقلي ستي، هي حكايتي حكيتها وبقلب السورياليين خبيتها. استودعناكن. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014. عم تسمع راديو سوريالي؟ على فكرة هذا مو راديو.